حكم تصوير الميت وهل نحاسب إذا احتفظنا بالصورة؟ الإنسان مكرم حياً وميتاً، ولا يجوز الاعتداء على خصوصياته لا في حياته ولا بعد مماته. لذلك حتى المغسل الذي يغسل الميت مطلوب إليه أن يستر عورة الميت، يعني عندما يغسلون الميت يضعون مشمعة من عند السرة إلى أسفل الركب احتراماً للميت ولخصوصية الميت. الآن بدنا نشوف، هلأ حدا بيناتكم يا أخوان بيحب حدا يصوره هو ونايم وينشر الصورة؟ يعني هيك أنت تكون نايم على سريرك، يجي حدا يأخذ لك صورة مزح يعني ويحط لك صورتك في أماكن عامة يراها الناس. ما أحد يحب، يعني ما حدا يحب، هذه خصوصية للإنسان لا يحب أن يعني يرى فيها. حدا بيحب يصوروا الناس هو عم يأكل وفي فمه مليء اللقمة؟ يعني هذه خصوصية ما بصير. هلأ نفس الشيء، من لا يحب أن يعني يظهر للناس بهذه الحالة فلا يليق نحن أن نأخذ صورة هذا الميت وننشرها. يعني لو كان حياً هو يرى خصوصية، لماذا أنتم تنشرون عني هذا الأمر؟ فالصواب والله أعلم أن لا تفعل هذا الشيء. طيب عم بيقول هل نحاسب إذا احتفظت أنا بالصورة؟ إذا كنت ابنه، كنت أخاه، كنت هلا الابن إذا يعني هكذا أنت عامله وهو حي، هلا أبوك إذا أخذت له صورة هو ونايم واحتفظت فيها، ممكن والدك ما عنده مانع بهذا الأمر، ممكن والدتك ما عنده مانع إذا الصورة هيك منضبطة يعني. فإذا كان هيك فمعناته عندما تموت تركت هذه الصورة ماشي الحال. أما إذا تعرف من أبيك أنه لا يحب ولا يريد، في آباء لا تريد، في أمات، فإذا لا تحتفظ بهذه الصورة والله أعلم.